يا مرحبا، يا هلا وسهلا. حلقه جديده في ساعه شباب معاكم على روتانا خليجيه. مساكم الله بالخير. مساء الخير يا لميح. مساء النور عليك تراد اكيد، ومساء النور على كل اللي يتابعونا في حلقه جديده وبدايه انطلاقه اسبوع جديده مع كل فقراتنا المتنوعه والمختلفه لهذا اليوم. تقدر يوم من غير جوال او تقدر يوم بدون جوال؟ هذا الهاشتاج اللي فعلنا عليه سؤال حلقه اليوم. بنعرف ما مدى تعلق، كلنا متعلقين، لكن بنشوف لاي مدى ولأي مدى ممكن يوصل الجنان مع جوالاتنا. توقع تراد في هذا العصر اللي احنا عايشين فيه انه مستحيل ان نستغنى عن جوالاتنا، خصوصا مع تطور التكنولوجيا والابلكيشنز والالعاب وكل شيء صرنا بنستخدم فيه الجوال، سو بيكون معانا من اول النهار الى اخر الليل. واتوقع ان الوقت الوحيد اللي نستغنى فيه عن الجوال هو وقت النوم، واول ما نصحى نفتح عيوننا على ايش؟ الجوال. بالضبط. اوقات يكون طول الوقت. عموما هنشوف ردودكم ونرجع مع بعض نعلق عليها. نروح لأول في ساعة شباب لليوم، ماذا سيتغير إذا تخليت عن جوالك ليوم واحد؟ ماذا تريد أن تعرف عن تخصص طبيب الأسنان؟ فنانون يرسمون صورة شهيد على منزله، وجديد العالم ملابس تنمو مع طفلك لثلاث سنوات، المكياج التنكري موضة جديدة تنتشر بين الفتيات. جاهزة للتغريدات؟ أكيد جاهزة. طيب أول تغريدة معنا حتكون من مين؟ من؟ الهلالي خالد يقول نعم أقدر بشرط تفاعل من حولي معي ويكون الجو وناسة وسواليف، ويا ليت يكون لك يوم بالأسبوع بدون جوال وخصوصا عند والديك. وجهة نظر. عندنا هنادي تقول نحن لا ندمن، نحن لا ندمن هواتفنا ونحن ندمن أشخاص سكنوا فيها. الله عليك، الله عليك يا هنادي. زي قولت أبو متعلق بحاجة بس ما أنا بقول كيف. تركي إيش يقول؟ هات الناس اللي نحبها يعيشوا معنا وخذ الجوالات. الله الله الله، إيش فيه اليوم؟ ماني عارف والله، المحبة ولا مشاعر ولا حاسيس. اما قاعده احاول اخفف الادمان حق جوالي، لان حرفيا انا استخدمه يومي كله بدون ما اخذ بريكات، بالعزايم وبكل مكان ما اوقف. والله لازم لا حد يفصل الشاحن عنا، الله يرضى عليكم. سجيده تقول ايوه قدرت، استغنيت عن جوالي مده شهر كامل وضحك. يعني انا صراحه اشك في مصداقيتك، مستحيل اصدق شهر بدون جوال. ممكن ما تعرف، في ناس سواها. تركي يقول مغامره ساجربها. مغامره طبعا، هذه مرحلة الجنون اللي وصلنا لها، انه تركنا الجوال صار واحدة من المغامرات اللي يعني ما اعرف صراحة ايش اقول. لانه شوفي، هو الاغلبية دائما يقول لك الكثرة تغلب الشجاعة، فاذا كان كل اللي حولك في مود معين او حالة معينة من التعلق باي حاجة من الحاجات، حتلاقي نفسك يعني مختلفة، فهذا الاختلاف يعتبر مغامرة من وجهة نظره هو. يعني جايين فكرنا فيها فعليا صح، بس يعني نحاول نكون غير. لا يعني ما نعتبرها مغامرة قد ما راح تكون يعني الخروج عن المألوف. صرنا بنشوفه كثير يعني من يعني. الشباب والبنات صراحة ما بيقدروا أبدا يستغنوا عن جوالاتهم، وصار الموضوع يعني كثير بنتكلم فيه وبنقول فيه أنه لا، لازم تخصصوا أوقات ما تستخدموا فيها الجوالات، لأنه صراحة حتى في العزايم الناس صارت بتمل، صارت كل تجمعاتنا حقيقي وأنا منهم بنقعد جلسة كاملة فيها ممكن 10 بنات، كل وحدة بدون أي مبالغة في الجلسة وماسكة جوالها، يعني يا بتصور سناب، يا داخلة على السوشيال ميديا، يا بتشوف اتصالات أو رسائل. فهذه اللحظة كنت أتمنى أخذ جوال وأصور المنظر، يعني هذه المناظر لازم نوثقها بعض الأحيان. هذا شيء يعني أتوقع أنه مبالغ فيه، بالعكس يعني حلو استخدام بالمعقول. حاولوا أنكم تخلوا أو تخصصوا أوقات تستخدموا فيها الجوالات، وتخصصوا أوقات اللي ما تقدروا أنكم تمسكوا فيها الجوالات عشان يكون في تقدير للحظة اللي عايشينها. ما أعتقد في الجيل هذا حيقدر يحس بالكلام اللي إحنا ممكن نقوله، لكن مستحيل. لكن أنا أقول لكم حاجة، يعني سددوا أقارب، وما قدرتوا عيشوا حياتكم خلاص بالجوال. إذا حتبدعوا بالجوال الله عيشوا بالجوال، يعني هذا وجهة نظري، لأنه يقول لك الكلام خلاص مات، ما عاد صار فيه له لزوم. عموما إحنا من بين مؤيد ومعارض وبين محاول ومغامر حننتقل ونقول لكم اكيد لاحد فقراتنا اليوم اللي حتكون فيها مشرفتنا اليوم الاخصائيه التجميليه تحديدا للميك اب
ارتست السينمائي اليوم مشرفتنا، ايضا مكياج التنكري تحديدا مصر سالم مشرف اليوم. حبيبي تسعد. راح نشوف اليوم ايش الشخصيه اللي راح تسوي لنا هي في الاستوديو، يعني بما انه الهالوين قرب فنحتاج نشوف ايش راح نتنكر وبايش راح نتنكر. انتم بنات طبعا عندكم افكار كثير في الحفلات التنكريه، تحياتنا لك يا اكيد كميكاب ارتست مصر وايضا للموديل. نقول الشخصيه ولا نخليها للاخير؟ خليها للاخير احسن. للاخير احسن. خلينا نشوف المشاهدين راح يعرفوها ولا لا، ايش رايك؟ ممكن. وكذا مشاهدينا وصلنا لختام فقرتنا اليوم، خلينا نطلع فاصل قصير ونرجع لكم بعد الفاصل.